بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على خير مبعوث لخير أمة سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه إلى يوم أن نلقاه وبعد. من الأمور الغيبية والتي تدخل في باب السمعيات الموت والقبر وما يحدث في القبر من سؤال وفتنة وعذاب ونعيم. هذه المسائل مسائل غيبية لا نستطيع أن نعرفها بحواسنا ولا نستطيع أيضا أن نعرفها بعقولنا، لأني كما قلت لكم في المحاضرة السابقة الحواس لها حدودها والعقل له حدوده وله سقف يقف عنده لا يستطيع أن يتعدى، ومن حكم حسه فقط في هذه المسائل الغيبية فإنه لن يؤمن بها على الإطلاق، لأنها ليست من المسائل التي ترى بالعين أو تسمع بالأذن أو تشم بالأنف أو تذاق باللسان أو تلمس باليد، وليست هي من المسائل التي يستطيع العقل أن يعرفها بمفرده، بل لا بد أن يستعين العقل بأداة أخرى تعرفه إياها. هذه الأداة تسمى الوحي أو الخبر الصادق الذي أتى من المعصوم صلى الله عليه وسلم، الذي جاء في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وللأسف الشديد حتى في عصرنا وفي أيامنا تلك نجد من ينكر هذه المسائل فقط لأنه لم يستوعب أن هناك وسيلة معرفية أخرى أو مصدرا للمعرفة آخر غير الحس وغير العقل، وهو الوحي. والوحي فوق طاقة العقل، والوحي فوق حدود الحس. ومن هذا القبيل مسألة القبر وما يحدث فيه. طبعا الإنسان يموت والموت مشاهد، نحن نرى آثاره، نرى العزيز بيننا والحبيب فينا ونجلس بجواره، وفي لحظة يسكن جسده ولا حراك له فنعلم أنه قد مات. والموت هو عبارة عن فصل ومفارقة بين الروح والجسد، فالروح فارقت هذا الجسد. وكما قلت لكم من قبل، الإنسان إنسان بروحه، والجسد ما هو إلا وعاء يحوي هذا الإنسان الذي يتمثل في روحه ووجدانه. فالموت عبارة عن انفصال تم بين الروح والجسد، فتعيش الروح في عالم آخر غير عالم الدنيا بقوانين أخرى غير قوانين الدنيا. أما الجسد فإنه قد أدى مهمته ويذهب إلى أصله ويوضع في قبره. ما القبر؟ وما الذي يحدث فيه؟ القبر باختصار شديد هو المكان الذي يستقر فيه جسد الإنسان
بعد أن يفارقه الروح ولو حكما. إيه معنى ولو حكما؟ لأن هناك من يموتون ولا يقبرون، من تأكله السباع مثلا في الصحارى وفي الجبال، فقبره جوف السبع الذي جوف السبع الذي أكله. وهناك من يموت غرقا فقبره جوف الحيتان والأسماك. وهناك من لا يدفن أصلا بل يحرق وينثر في الهواء، يزرى في الرياح، فقبره حيث وجد. وهذا يسمى مقبور حكما، هذا الميت الذي أكلته السباع أو وجد في حواصل الطير أو في أمعاء الحيتان يسمى مقبور حكما. إذن القبر هو المكان الذي يستقر فيه جسد الإنسان أيا كان هذا المكان. الإنسان بعد الموت ينتقل إلى عالم آخر غير عالمنا، عالم الحياة الدنيا. هذا العالم يسمى بالبرزخ. البرزخ يعني حاجز بين فترتين أو بين زمنين، فهذه الفترة التي يقضيها الإنسان في العالم بعد الموت يسمى بالبرزخ. إذن البرزخ ليس جدارا فولاذيا أو إسمنتيا، وليس حائطا مصنوعا من حديد مثلا، لا، البرزخ فترة زمنية وسط بين الدنيا وبين الآخرة. الإنسان يعيش في هذا العالم بقوانين أخرى غير القوانين التي كان يعيش بها في الحياة الدنيا قبل موته. أنت عندما تضع الميت في القبر ثم تذهب إليه بعد ذلك بأيام أو بأسابيع، تجد جثته مكانه لا تتحرك، لم يحركها أحد، لكن النصوص القرآنية والنبوية أعلمتنا بأن هذا الميت قد سئل في قبره، وقد يكون قد فتن في قبره، وأنه الآن إما معرض إلى روضة من رياض الجنة، هذا الجسد، هذا الإنسان إما أن يكون في روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون في حفرة من حفر النار، رغم أننا لا نرى أي شيء من ذلك، لأنه يعيش بقانون آخر. نحن لدينا في حتى عالم الدنيا مثل هذا، الإنسان وهو يقظان ويتحرك بين الناس يعيش بقانون، فإذا ما نام يعيش بقانون آخر. هذه الرؤى وهذه الأحلام التي يراها الإنسان في منامه لا تخضع لقانون الحياة في حالة اليقظة. قد تنام جنب أخيك وأخوك يرى رؤيا صالحة،
يرى أنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم مثلا، أو يرى أنه يسير في جنة لا يعرف مداها وهو يأتيه كابوس يكاد أن يزهق روحه، فلا هذا تأثر بكابوس ذاك ولا ذاك تنعم برؤى هذا وهما نائمان بجوار بعضهما. ونحن في عالم الدنيا، فعلى أي شيء أنكر المنكرون لما يحدث للإنسان في قبره بعد موته؟ إنهم أنكروا لأنهم حكموا قانون الحس وحكموا قوانين العقل في أمور لا يقدر عليها الحس ولا يستطيعها العقل. سؤال القبر حق، وفتنة القبر حق، وضمة القبر حق، ونعيم القبر حق، وعذاب القبر حق. نؤمن بذلك لأن الله أخبرنا بذلك، ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك. القبر في سؤال. طيب، هل السؤال معرض له كل إنسان على وجه الأرض؟ يعني المسلم والكافر واليهودي وغير اليهودي، المصري والعربي والأوروبي والذي عاش في الأدغال والذي عاش في العصور المتقدمة والعصور المتأخرة، هل كل مقبور يتعرض للسؤال؟ الجواب، نفرق بين مستويين. المستوى الأول لمن يكون السؤال، المستوى الثاني الذين استثناهم الله من السؤال، من سؤال القبر أعني. أما المستوى الأول فجمهور العلماء على أن أمة الدعوة معرضة لسؤال القبر. إيه يعني أمة الدعوة؟ يعني العالمين. الإسلام جاء للعالمين ولم يأتي لطائفة محددة ولا لقبيلة معينة ولا لبيئة معينة ولا لزمان محدود، إنما الإسلام يمتد طولا وعرضا وعمقا، فيستوعب الزمان كله ويستوعب المكان كله ويستوعب الناس أجمعين. ولذلك فالعالم كله هو أمة دعوة. أما أمة الإجابة فهم الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن منهجا وحجة ودليلا، فدي اسمها أمة الإجابة. سؤال القبر يكون لأمة الدعوة، لكل الناس، المسلم والكافر والبوذي واليهودي والمسيحي والذي يعيش في الأدغال والذي يعيش في الأحراش والذي يعيش في السهول والذي يعيش من أول الدنيا إلى آخرها. لكن هناك رأي من آراء يعني يصدر عن بعض العلماء مثل ابن عبد البر مثلا،
يقول السؤال لا يكون إلا للمؤمن وللمسلم العاصي، يعني لأمة الإجابة. وهذا رأي مرجوح، يعني ليس عليه الجمهور. الجمهور على أن كل ميت يسأل إلا من استثناهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل في حد لا يتعرض للسؤال؟ أنا ذكرت من لحظة أن هناك مستثنون لا يتعرضون للسؤال. من العلماء من قال الذين يستثنون من السؤال لا يسألون في قبورهم، أولهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويليه جميع الأنبياء، ثم الشهداء، ثم الصالحون، ثم الأطفال الذي يموت طفلا. فهؤلاء لا يتعرضون للسؤال في القبر. نبينا، فالأنبياء، فالشهداء، فالصالحون، فالأطفال الذي مات قبل البلوغ ومات قبل التكليف. هل هؤلاء فقط؟ قال وهناك من عوام المؤمنين أيضا من لا يسأل. ما صفاتهم وما الأشياء التي فعلوها حتى لا يتعرضوا للسؤال في قبورهم؟ قالوا من واظب على قراءة سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك، من واظب على قراءتها كل ليلة أو في أغلب الليالي، وكان يكثر من قراءتها، فإنه لا يسأل ولا يفتن في القبر. ومن قرأ سورة الإخلاص في موته، في فراش موته، في مرض موته، قبل موته، من قرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، في مرض موته وعلى فراش موته، فإن العلماء قالوا إن ذلك لا يسأل ولا يفتن في قبره. إمتى يكون السؤال؟ متى؟ هل يكون السؤال بعد خروج الروح مباشرة حتى ولو بقي في بيته وعلى سريره يوم أو يومين؟ أم أنه لا يسأل إلا إذا قبر، وضع في قبره؟ العلماء على أن السؤال لا يتحقق للميت إلا إذا قبر. ولا تنسوا أني أقول لكم القبر ولو حكما، يعني ليس شرطا أن يوضع في قبر في الأرض، ولكن كما قلت قد يكون قبر الميت جوف السبع أو جوف الحيتان أو حواصل الطير أو الهواء. المكان الذي يستقر فيه جسد الميت هو قبره، فبمجرد أن يقبر فإنه يسأل، فإنه يسأل بمجرد أن يفرغ الناس من دفنه فإنه يسأل.
من الذي يسأله؟ يسأله ملكان، منكر ونكير. هذان الملكان موكلان بسؤال الأموات، بعد تمام الدفن مباشرة تعود الروح إلى الجسد، لكن بكيفية تغاير كيفية وجودها في الجسد في عالم الدنيا. ولذلك العلماء قالوا الروح تعود إلى كامل الجسد، ولكن بكيفية لا يستطيع معها أن يتحرك وأن يخرج وأن يمشي وأن يأكل وأن يشرب وأن يمارس غرائزه أبدا، بكيفية أخرى. تسألني الآن ما الكيفية؟ أقول لك الله أعلم. لماذا؟ لأنها سمعيات، لأنها غيبيات، أقف فيها عند حدود النص، أتأدب مع قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. لم يخبرنا الله تعالى ولم يخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم عن حقيقة عودة الروح إلى الجسد بعد الموت أو عن كيفيتها، ولكن العلماء يجتهدون من خلال فهمهم للنص، فإنهم يجتهدون في النص ولا يجتهدون مع النص، يجتهدون فيه يعني يتدبرونه، وهم مأمورون بتدبر كل النصوص حتى النصوص التي تتحدث عن الغيبيات. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالعلماء منهم من قال لما لا تعود الروح إلى كامل الجسد، فالله قادر على كل شيء ولكن بكيفية ليست ككيفية وجودها في الجسد في عالم الدنيا. وهناك من قال إنما تعود الروح إلى النصف الأعلى من الجسد، وهناك من قال الروح تعود إلى الجسد بحيث يستطيع أن يرد جوابا، أن يرد على السؤال، فإذا ما سئل أدرك السؤال وأجاب. لكن علينا أن نعلم أيضا أن الإجابة ليست خاضعة للعلم، وإنما هي خاضعة للعمل. حيثما كان عملك في الدنيا يكون جوابك في القبر على سؤال الملكين. فمن الممكن أن تكون عالم في عالم ذرة يعني في الإلكترونيات وفي غيرها، وتكون يعني جهبذا كبيرا في العلوم الدنيوية، لكنك مت على غير الإسلام وعلى غير التوحيد، فأنت في هذه الحالة إذا ما سئلت فكيف تجيب؟ فلا جواب لك ولا تستطيع، بل تقول لا أدري، والملائكة يقولون لك لا دريت ولا تليت. إذن فالسؤال يكون لأمة الدعوة، ويستثنى من السؤال أصناف ذكرتها لكم، والسؤال يكون بعد الدفن مباشرة وبعد عودة الروح إلى الجسد، إما إلى كله أو إلى جزئه
أو إلى ما يستطيع من خلاله الميت أن يجيب على الأسئلة. ثم بعد ذلك يجيب على الأسئلة. طيب انت بتقول ان في سؤال وفيه فتنة للقبر. نعم، كل ميت يتعرض للفتنة الا من استثناهم الله ورسوله، فهناك دوما مستثنون من الامور المزعجة، الأمور التي تكون فيها مسحة من العذاب ومسحة من الألم. فتنة القبر حق، كما أن سؤال القبر حق، لكن ما هي الفتنة؟ ما ماهيتها؟ تتمثل في أي شيء؟ قالوا الفتنة هو مجرد تلجلج الميت في الإجابة، هذه فتنة. وقالوا فتنة القبر تتمثل في حضور إبليس في مكان ما من القبر الذي دفن فيه الميت، دور إبليس أن يشوش على الميت فلا يجيب إجابة صحيحة. فإذا ما سئل من ربك، يشير إبليس إلى نفسه ويقول قل هذا، أي هذا إبليس، هذا ربي، تسمى فتنة. وقيل الفتنة هي السؤال، السؤال في حد ذاته فتنة، فالسؤال امتحان، ونحن في عالم الدنيا نعقد امتحانات للطلبة مثلا، هذه الامتحانات عبارة عن أسئلة، فالسؤال هو الامتحان وهو الفتنة في حد ذاته. طيب حد يقول لي طب وليه، يعني ايه لازمة القصة دي؟ يعني ليه يتسئل؟ طب طالما أعماله مكتوبة عليه، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والكتب كتبوا كل شيء، والله محيط عليم بكل شيء، فلماذا نسأله إذن ما دمنا نعلم عمله ونعلم دقائق عمله حتى التي نسيها هو؟ لا يضل ربي ولا ينسى، فلماذا نسأله؟ قال العلماء الحكمة من السؤال أولا إقامة الحج عليه، يعني أنت الذي ستتحدث عن تقصيرك بنفسك، أو تتحدث عن أعمالك الحسنة بنفسك، إقامة الحج عليه. والأمر الثاني إظهار ما كتمه العباد في الدنيا، الإنسان يفعل أفعالا في الخفاء وفي السر وفي الخلوات، فإذا ما خرج إلى الناس وفي الجلوات وجدته يعمل أعمالا أخرى مناقضة تماما للتي كان يعملها أيام كان منفردا، ويختبئ وراء المظاهر. ها هنا يفتضح أمره في القبر، يفتضح أمره، يقول له أظهر أنت بنفسك ما كتمته على الناس من تصرفاتك ومن أعمالك. طيب انت بتقول دي مسألة من المسائل السمعيات او الغيبيات،
ولا نخمن نحن بأنفسنا ولا نفكر بعقولنا في كيفيتها ولا في ابتكارها ولا في إنشائها. من أين أتيت بأن الميت إذا مات وقبر عادت إليه روحه وسئل أو فتن أو أتاه منكر ونكير؟ أقول لك النصوص قالت ذلك. ألا يرضيك وألا يقنعك قول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ الصحابة من دفن ميتهم: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. إيه معنى الآن؟ هم بعد لم يتجاوزوا المقبرة، لم يتركوها، هم موجودون في المقبرة، موجودون حول المقبرة، وأخوهم يدفن الآن، وبعد أن فرغ من الدفن أصحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. والله عز وجل يقول في كتابه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فقالوا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الآخرة، أي عند سؤال الملكين، عند سؤال منكر ونكير، فالله هو الذي يثبته. هذا بالنسبة للسؤال، وهذا بالنسبة للفتنة التي يتعرض لها الميت. ثم بعد ذلك على مستوى إجابته تكون عيشته، إن جاز لنا هذا التعبير، ويكون حاله بعد هذا السؤال، إما أن يكون في روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون في حفرة من حفر النار، فهو إما أن يكون معذبا وإما أن يكون منعما. أيضا نحن لا نرى الميت يعذب ولا نراه ينعم، والقدماء المصريين محنطون من آلاف السنين وهم كما هم، لا حراك لهم ولا تظهر على أجسادهم علامات التعذيب ولا علامات التنعم. أقول لك وأذكرك مرة أخرى، نحن نؤمن بذلك لأن الله أخبرنا بذلك ولأن رسوله أخبرنا بذلك، وليس عدم الوجدان دالا على عدم الوجود، وأنت لا تعرف كل شيء. فأنت الآن تجلس أخي وتستمع إلى هذه المحاضرة، والحجرة التي تجلس فيها فيها كائنات أخرى، أنت خلق آخر أنت لا تعرفه. هل مستبعد أن يكون معك ملائكة تحضرك الملائكة؟ هل مستبعد أن تحضرك الجن الآن؟ هل أنت ترى كل مخلوقات الله؟ إنك إذا أتيت بالميكروسكوب ووضعته على جلدك لرأيت كائنات وخلق حي على جلدك وأنت لا ترى هذا، فهل تنكر هذا؟ عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. ثم النصوص بيّنت لنا ذلك. الله عز وجل قال في حق فرعون وجنوده: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن فهناك عرض على النار في الغدو والعشي، هذا في زمن وفي وقت. فإذا ما قامت القيامة وإذا ما أتت الساعة أدخلهم الله النار. إذن فصدر الآية علامة على عذاب القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في قبورهم، أي في حياة البرزخ، ويوم تقوم الساعة أي بعد أن يبعثوا من قبورهم ويحشروا وينشروا. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الله تعالى أيضا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. هنا العلماء وقفوا وقالوا هذا التكرار هل له دلالة؟ قالوا نعم، كلا سوف تعلمون أي في قبوركم، ثم كلا سوف تعلمون أي بعد قيام الساعة. قوم نوح الذين تمردوا على نوح قال الله في حقهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أي بمجرد الغرق دخلوا النار والقيامة لم تقم بعد. أغرقوا فأدخلوا نارا مما خطيئاتهم، أي بسبب خطاياهم أغرقوا، والفاء تفيد التعقيب مع السرعة، يعني ليس هناك زمن بين الغرق وبين العذاب. أغرقوا فأدخلوا نارا، أليس ذلك من الأدلة على عذاب القبر؟ نبينا صلى الله عليه وسلم قال القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، أليس ذلك نصا صريحا من الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم يبين لنا نعيم القبر وعذابه؟ ألم يأتكم نبأ مرور النبي صلى الله عليه وسلم بين المقابر ومعه صحابته، ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين لرجلين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أحدهما كان لا يستبرئ من بوله والثاني كان يمشي بين الناس بالنميمة. الشاهد إنهما يعذبان الآن وهم ميتون، وهم في قبورهم وهم مقبورون، إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عذاب القبر، وكان يأمر صحابته أن يستعيذوا من القبر ومن عذابه. ونحن من السنة أننا في أواخر صلواتنا نستعيذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، وهذا هدي نبوي شريف. إذن فعلى أي أساس ينكر المنكرون؟ إنهم أنكروا على أساس الحس، لم يروا الميت يعذب
ولم يروه ينعم فأنكروا أو بالعقل، وهذا تمرد على النص وإنكار لمصدر أسمى من مصادر المعرفة وهو الوحي. حتى الذين آمنوا بالعذاب وبالنعيم للمقبور أيضا بدأوا يفكروا، هل العذاب والنعيم يكون للجسد فقط أم يكون للروح والجسد؟ الجمهور على أن العذاب للروح والجسد، وهناك من قال العذاب للجسد، لكن الجسد بلا روح مجرد قطعة لحم ومجموعة عظام لا حس فيها، والإحساس إنما يأتي إلى هذا الجسد بوجود الروح. هل يكون للجسد كيفية أخرى في القبر بحيث يشعر بالعذاب وبالنعيم؟ الله أعلم. هل يكون العذاب للروح والجسد معا؟ الله أعلم. لكن الراجح الذي رجحه العلماء أن العذاب والنعيم للروح والجسد معا، لأني قلت لكم أن الروح بمجرد أن يدفن الميت تعود إليه مرة أخرى بكيفية أخرى لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام الذي أقوله لا نؤمن به نحن المسلمين فقط، بل جميع المليين يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه، ولم يتخلف في هذا إلا من غره عقله أو فتن بحواسه وقصر المعرفة على ما يأتيه عن طريق حواسه فقط. أما الغالبية العظمى من المليين يؤمنون بأن الميت إذا مات وإذا قبر عادت إليه روحه، وسئل وفتن وعذب أو نعم. هذا هو مختصر الكلام، وإلا فتطويله يحتاج إلى وقت كبير. نكتفي بهذا القدر، وريثما نلتقي نستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله.